السيده كانت عايشه هي واحد خوها تمايا، مات خوها الله يرحمه، دابا حتى هي كتعيش بوحدها وما عندهاش مع خوها، العائله ديالها ما كتستقبل حتى واحد، هي عايشه غير بوحدها. هادشي اللي كاينه كيقولوا سيمانه، والله اعلم. اما باش غادي نقول لك بان شي حاجه، هادي الهضره ديال خوها هو اللي كيقول هاد الهضره. اما حنا خويا راه الدرب هذا راه حتى واحد ما كيطل على ديك الدريه، راه هاد الناس هادو كاملين، هاد السيكتور هذا كاملين دير عليه واحد، هادو كاملين تصور اخويا توفى خوها ردوه من تحر، ودابا انا جاي تلاقيت مع واحد الدريه قالت لي راه هي انتحرت. قلت واش هذا اللي قالها لك كان معاها؟ عيب، ما كاينش اللي يدق عليها ولا يدخل لها حتى دغمه ديال الخبز. هما الدراري سولهم، راه بنادم عاش تمايا معتكف لا هي ولا خوها الله يرحمه، وما خداوش حقهم في الدنيا. صافي وهادشي اللي كاين. واش غادي نقول لك، راه كبيره شويه، كبيره بحال هكاك، هي الكبيره في خوتهم، وتكون المهم فايته 50 عام، فايته 50. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.